تبدأ قراءة ملف الجناية عشان فيها اختلاف كتير قوي بين زملائنا، لكن من الواقع العملي اتعلمنا اني ابدأ قراءة ملف القضية بحسب التسلسل التاريخي للأحداث. يعني اشوف اول ورقة اتكتبت في الجناية هي دي اللي ابدأ قراءتها، واول ورقة بتكتب في اي جناية اول ورقة لما يجي ضابط المباحث عاوز يعمل جناية في اتجار مخدرات، اول ورقة بيكتبها ورقة اسمها محضر التحريات. حضراتكم يبقى أنا أبدأ قراءة ملف القضية بحسب التسلسل التاريخي للأحداث، وأول ورقة بتكتب في ملف الجناية هي محضر التحريات. يعني يجي الضابط مباحث يكتب اتصل بي أحد مصادر السرية وأبلغني بأن فلان الفلاني يتاجر في المواد المخدرة وأنه يحوز ويحرز كمية من المواد المخدرة في منزله لمقابلة وبيتخذ من مسكنه مكانا لمقابلة عملائه وللإتجار في المواد المخدرة، وعليه الناس توجه للسيد وكيل النيابة المختص لإصدار إذن بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتحري عنه لضبط ما يحوز من مواد مخدرة على أن يحرر محضر بالإجراءات. دي أول ورقة بتكتب في أي جناية، مش مخدراته بس، لو في الرشوة اتصل بي أحد مصادر السرية وأبلغني، ويقول البلاغ عن الرشوة، كلام ده عن القتل. كأي جناية، أي ورقة بتكتب، أول ورقة بتكتب في أي جناية هي محضر التحرير. في الأقاليم منصورة والزقازيق أبص ألاقيهم بيبدأوا بمحضر الضبط الأول. لو جت في صفحة 5 ابدأها برضو بيها محضر التحريات. يبقى ليه؟ إنك هتلاقي نمرة 5 محضر التحريات هو أول تاريخ بيحرر في القضية. يبقى أول حاجة محضر التحريات. 2 إذن النيابة العامة. لأن محضر التحريات الضابط بياخده وبيروح رايح لوكيل النيابة يستصدر، استنى يا أخي الله يكرمك، يستصدر إذنا بضبط وتفتيش شخص المتهم. بياخد الإذن عشان ينفذه، ده محضر الضبط. يبقى تالت ورقة محضر الضبط. أنا بقول تالت ورقة لأن ساعات محضر التحريات بيبقى 5 6 ورقات، ومحضر الضبط ساعات بيبقى 20 و30 ورقة يعني. لكن أنا بقول أول ورقة يعني أول حاجة محضر التحريات، بعدين إذن النيابة العامة، بعدين محضر الضبط، بعدين تحقيقات النيابة العامة، سؤال المتهم، شهود الإثبات، شهود النفي، وإرسال المخدر أو المادة المضبوطة إلى المعمل الجنائي، ولو جت النتيجة سلبية بيحفظ الأوراق، جت النتيجة إيجابية إن المادة اللي راحت للمعمل وقال إن ديت مادة الحشيش المخدر بيكتب قرار اتهام، يبقى قرار اتهام هو الورقة اللي بعديهم، وبعدين بيودي الأوراق كلها إلى المحامي العام الذي له الحق وحده في إحالة الأوراق إلى محكمة الجنايات. ده المحامي العام أو المحامي العام الأول، هو الذي له الحق وحده بإحالة الأوراق إلى محكمة الجنايات. بعد كده قائمة أدلة الثبوت الذي بتحتوي على الدليل الفني وشهادة الشهود ومذكرة النيابة. بعد كده أمر الإحالة. حضراتكم آدي الأوراق بحسب التسلسل التاريخي للأحداث.
يبقى أول حاجة محضر التحريات، إذن النيابة العامة، محضر الضبط، تحقيقات النيابة العامة، سماع شهود الإثبات والنفي، إحالة المادة المخدرة إلى المعمل، تقرير المعمل الجنائي، إذا جت النتيجة إيجابية بيكتب قرار الاتهام، يحول الأوراق إلى المحامي العام لتحرير أمر بإحالة الأوراق إلى محكمة الجنايات، وبعدين قائمة أدلة الثبوت. أدي أوراق ومحتوى ملف أي جناية بتتعرض على حضرتك.